Ladies and gentlemen, جاهزين؟ Yes, dreams come true. هالمرة من السعودية وتحديداً من جدة. أكيد لأن جدة غير. والموعد مع Red Sea International Festival. أهلاً وسهلاً بكم في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هنا في قلب جدة. سجلوا للتاريخ 6 ديسمبر 2021. يعني ما أقدر أشرح لك السعادة اللي أنا فيها صراحة. لسه ماني مستوعب أنه اليوم وصل وإحنا هنا في السجادة الحمراء. ده حدث تاريخي. كنت حريصة جدا اني اكون فيها عشان اقول لاحفادي كده ان شاء الله انا حضرت اول دورة في مهرجان السعودية. ريد كاربت سيليبرتيز من السعودية ومن كل العالم العربي يو عشان يتابعون ويحتفلون في هذا المهرجان. انا مو مبسوط، انا بطير من الفرح صراحة. جدا مبسوط، يعني ما بخبرك قديش انا الفرحة يعني بتنطط من عيوني. انا مبسوطة انه في تظاهرة فنية سينمائية كبيرة بهذا الحجم بتحدث. انا سعيد جدا ان اكون متواجد واحب اقول لكل ضيوفنا اهلا وسهلا فيكم ونورتونا. حتى البعض شاف الإيفنت أكثر من فستيفال. كنا هذا عرس سعودي، يعني إن اليوم إحنا واقفين على الريد كاربت في السعودية. والبعض مش مصدق. بجد بجد أنا حاسة إن أنا بحلم. لكن الأكيد إن الفستيفال هذا حصل بعد طول انتظار. هو كان حلم، لكن الحلم بيتحقق النهاردة. مبروك علينا كلنا. ما كنت أعتقد في يوم إن بوقف على أرض مهرجان دولي داخل بلدي. يعني اليوم أنا واقف الحمد لله مبسوط. واللونشينج كان هيوج، 138 فيلم من 67 بلد. شورت فيتشر فيلمز ب 34 لغة. بلحقكم حبيبي بلحقكم. وأكيد كان هناك تكريم لنجوم كثار منهم المخرجة السعودية هيفا المنصور. إنك تصنع أول فيلم في السعودية كان حلو، واليوم إن أنا أكون هنا أتكرم بين أهلي وبين ناسي في أول مهرجان للسينما. ليلى علوي. الحمد لله في الأول دورة اختار تكريمي، أكيد سعيدة لأن حقيقي جمهوري العربي وجمهوري السعودي من أول ما ابتديت مشواري وهو بيساندني وعارفة قد إيه بيحبوني وأنا كمان بحبكم قوي قوي. والبعض أتى ليشاهد. جاي أتفرج أشوف أشارك في ندوات كإندستري كمان بحكم إني أنا منتجة. في فيلم قديم مصري أعاده ترميمه هنا في المهرجان، متحمسة له كثير، وكمان فيلم الافتتاح. أبغى أشوف صناعة الأصدقاء والصديقات، فيعني عندنا متحمسين، ححاول أشوف قد ما أقدر. عندي تصوير بس حاول بكرة أحضر كذا فيلم يعني. والبعض مشغول. لا طبعا ما راح أحضر فيلمها. هو لا. عنده فيلم. أنا هي منافسة بالنسبة لي. واللي لفت النظر هذا الحضور الكبير والجميل من الممثلات السعوديات والعربيات with beautiful dresses. ولكن دائما في exceptions. This to me the women in a suit symbolizes a powerful woman, a strong woman. ونحن عم نشوف shift اليوم the perception of the women وحبيت to symbolize that. شو كارن اليوم بروحك؟ تعودنا دائما نشوفك مع زوجك. بس ما بيحب. Just come say hi. ما بحب to pressure him. بس احنا متأكدين انك بتقنعي. الريد سي مستمر إلى 15 ديسمبر، يعني جدة هذه المدينة الأثرية والثقافية ستكون the best place للأفلام وللشباب السعودي اللي قاعد يظهر day after day كمية الإبداع اللي عنده في صناعة السينما. إحنا ماشيين اليوم في الريد كاربت هذه، نحن كشباب سعودي يمكن أفلامنا موجودة في المهرجان اليوم، ولكن بعد 5 سنين تعال شوف المبدعين اللي حيمشوا على هذا الكاربت. من زارة الخليج نقول كل الشكر للريد سي. شكرا لتواجدكم معنا. تحية لمشاهدين برنامج زارة الخليج في تلفزيون أبوظبي. أبوظبي على رأسنا من فوق، وهلا أبوظبي وكل أخواننا في الإمارات والمشاهدين أيضا، تحية لكم. شكرا لكم. أبوظبي بحبكم. إن شاء الله يا رب مزيد من التألق ونجاح بإذن الله. ليه رسمية؟ هاي أبوظبي يعطيكم العافية. أصدقائنا وعائلتنا. أيوة أحبابنا أنتم. الله يعطيك العافية. شكرا.